يلا بقى اخر درس، اخر مرض في الميتابوليك اسمه ايه؟ اخر مرض في الميتابوليك ده لايبويد بروتينوزيس. كنا الاسبوع اللي فات ولا مين شافه؟ طلع كان ولد موجود بره كده. لا قصدي كان في ولد موجود هنا بره، شخص عادي خالص زي كان كنت شفته ايه بقى؟ كان في بقع كده في وشه، طبعا احنا ما عرضناش منه قوي، في حاجات معينه كده باينه، وصوته غريب غريب ازاي يعني؟ هورس عنده هورس، صوته مفحوح كده يعني، صوته كده. البتاع ده بيتعرف كده من بعيد شكله اللي شفتوه ده، طبعا هو عيل صغير ولو سالت ولد من زمان ثلاث مرات ولد، وصوته في هورسنس اوف فويس. ايه في صور وكل حاجه يعني، بس هم شافوه خلاص ما فيش حاجه يعني. في ناس بتقول يا ربنا كريم يا رجل كريم، كنت فيه على طول من الايام. يا رب يا رب يا رب. اسمه ايه المرض ده؟ اسمه ليبويد بروتينوزيس. طبعا واضح احنا قلنا بص شوف هولا جايه في اخر حاجه خالص. بص بقى كل الميتابوليك عباره عن ديبوزيشن، مش احنا قلنا كده في اول محاضره؟ يعني في حاجه بتترسب وانت ونصيبك بقى، الحزن ترسب جواه يبقى حزنوزس وهكذا، الكالسيوم كالسينوزس وهكذا. فانت هنا مين يبص على العنوان؟ ليبويد بروتينوزيس، يعني هو بروتين ولا ليبيد ولا بروتين عامل روحه ليبيد ولا ايه؟ هنشوف دلوقتي، هنشوف. بس هو له اسم تاني غريب جدا اسمه هايلينوزيس. مين يقرا معايا؟ كيوتس اي ميوكوز. ايه؟ قول. هايلينوزيس يعني المادة اللي بترسب ايه؟ هايلاين ماتيريال، شكلها هنا هايلاين، ده مش اسم ده وصف. مادة هلامية كده زلالية ما اعرفش ايه. كيوتس في الجلد، ميوكوزا يعني هو عايز يأكد انها هتترسب في مكانين، في الجلد وفين؟ وفي الميوكوزا. طيب نستهدى بالله كده، ايه المادة اللي ترسبت؟ هي بروتين بس شبه الليبيد، في خصائص، هي مادة هايلاين شكلها، فراحوا مسمينه الاسامي دي كلها، سموه ليبويد بروتينوزيس عشان هو ليبيد وبروتين، وسموه هايلينوزيس عشان شكلها وكده. الحاجة الوحيدة اللي متفقين عليها انها هيبقى في الجلد وفين؟ وفي الميوكوزا. بص استهدى بالله بقى، احنا هما ليه مركزين قوي على حتة ميوكوزا دي؟ لان المادة دي بتترسب في الميوكوزا. طيب واهم ميوكوزا ترسب فيها، بص بقى هنا لارينجيال ميوكوزا، دي رقم واحد هنا، رقم واحد. حتى انا كاتب ايه؟ لارينجيال انفولفمنت. شوف انا سبت الجلد في كل حاجه، وبدات بمين؟ لان هي دي المهمه. ليه مهمه؟ هقول لك بقى. هو الواد ده بيتولد عنده الديفكت ده، تبدا الماده دي تتراكم تتراكم تتراكم، وبعد ما تتراكم خالص خالص خالص، اول حته تتراكم فيها اللارينجيال ميوكوزا اللي هي فيها البوكال كورد اللي هي بتاعت ايه؟ الصوت. وانتوا خدتوا زمان ان عشان الصوت يطلع مظبوط بيحصل ايه؟ كوابتيشن، يعني التو فوكال كورد يبقوا جنب بعض كويس جدا. يعدي الهواء بينهم يعمل الصوت. لو في بقى اي خلل الموديول بتاع مش قافلين كويس، الصوت يطلع مش مظبوط اللي هو الهورس. فانت فهمت دلوقتي اهو الواد عنده ماده مترسبه فين؟ في جلده. ماشي، لكن مترسبه فين اصلا؟ في اللارينجيال ميوكوزا. فبتخلي الفوكال كورد مش بتمسك جنب بعض كويس، فتعمل حاجه اسمها هورسنس. ايه؟ لا الواد شكله مرفوع كده، مش بيطلع في ريزونانس كده، مش بيرن كده انت سمعته بالظبط. بس طب هو الواد هيتكلم امتى؟ يبدا ينطق ويتكلم امتى؟ بعد فتره. طب انا في اول سنتين في حياته ولا ثلاث سنين لسه مش بينطق مثلا، قلق من العياطه بتاعته. الواد لما يتولد بيشيل، تلاقي مامته بتلاحظ حاجه اسمها ويك رايت، يعني العيال بتاعه كمان انت عارف العيال بتاع العيال بقى يرن كده في وسط الليل، تلاقي الدنيا بتصحى بقى والتجمع يصحى بقى ويقول لك هم كركوك ويطلع بقى الحق كركوك عشان العيال الصوت بيرن كده، تلاقي الصوت ده ضعيف كده زي كده، دي اسمها بيسموها ويك رايت. قال لك زي الايرليست ساين، لو حد خد باله احنا هنجمع في الاخر ايه الحاجات الايرليست بتاعت الامراض. انت معايا؟ ايه الحاجات الايرليست بتاعت الامراض دي؟ فاكر الايه بتاعت بورفيريا؟
ان الدايره يبقى لونها بيج، مش عارف الثانيه خضراء، دي مش عارف ايه، شوف حاجات كده. هنا بقى الايرليس بتاع المرض ده لو ويك ايه؟ لو سبته لحد ما يكبر هيبقى ايه؟ ويك او هورس ايه؟ هورسنس اوف فويس. مفهوم الكلام ده؟ وهم شافوه وسمعوه كل حاجه، والمرض ده بيشخصه كده، يا ابني اسمك ايه؟ طب تعرف تقول انت سنه كام؟ انا عايز اتكلم معاه بس اسمع صوته خلاص. طيب دي الميوكوزا ودي اخطر ميوكوزا. ليه اخطر ميوكوزا؟ لو الموضوع زاد قوي ده ممكن تعمل اسفكسيا. حد مركز؟ سيبك من صوته، ده ممكن تعمل له ايه؟ ها اسفكسيا، وتعمل ايه؟ اختناق، وتبقى الكوز اوف ايه؟ اوف ديث. حد فاهم حاجه ولا انا بكلم في نفسي؟ قول له يا دكتور ايه في الغالب انت بتكلم في نفسك. الله يخليك الله يخليك. بص بقى، من ضمن الميوكوزا الثانيه اللي احنا هنشوفها، لو كان الواد طبعا ما كانش ينفع نجيب الواد ده نقعد نتكلم معاه كده، حاجه اسمها الاورال ميوكوزا. اورال دي يعني بكر وبلاتل وطنج نفسه يترسب في الطنج، طنج يكبر. احنا خدنا مرض في الشابتر ده في ماكروجلوسيا برضه برايمري سيستميك امايلودوس. الواد ده عنده نفس الكلام، تلاقي الطنج كبير اللارجد ماكروجلوسيا والكلام ده كله. لا، ويترسب في حاجه اسمها فرينيولام. مين عارف يعني ايه الفرينيولام ده؟ انت بتشاور بس بقى. الفرينيولام ده اللي هو الاندر سيت بتاع الطنج في الفلور اوف ذا ماوس كده. طيب هو لما يترسب في الفرينيولام بيعوق الحركه بتاعت الطنج، فده نرد نقول له ايه؟ طلع لسانك كده. مش عارف يطلعه، ما يطلعوش بالكامل. يعني انت مثلا ايه؟ يعمل بروتودنج حاجه بسيطه كده على حسب السيفيريتي اوف ذا كونديشن، فيسموا ده بايه؟ يبقى حاجتين، ماكروجلوسيا. يعني ايه ماكروجلوسيا؟ لسان كبير وان ابيليتي تو بروترود ايه؟ التانك كومبليتلي. دي ساينز بيشخص بيها وانت مغمض، ولا بايوبسي بقى ولا جينيتك ولا اي حاجه خالص. شكله هنقوله دلوقتي حصل ليه؟ اللي انت شفتوه ده هتقول لك شكله غريب، وبعد كده ايه؟ صوته طلع لسانك مش عارف ايه، خلص الموضوع كده. طيب شوف يا دكتور، كان تستاهل ان انا اقول لحضرتك. اه ما انا لما قلت له بس هي دي، هي طبعا جاتك بتقول لي ايه ده في حاجه غريبه بره كده. لا عشان الدكتور قال لي لا، ما بشوفش الناس اللي ماشيه كده زي ما يكون سندروم. تمام، هو فعلا سندروم وطلع اسمه السندروم ده. انت عارف المره الجايه بقى تجي لي كده اسمك ايه بتاع، طلع لسانك ما تخافش ما تخافش، طلع لسانك كده وبعدين ايه؟ هو كده تدي الميوكوزا. كام ميوكوزا مهمين؟ لارينجيال والاورال اللي هي التانج وغيره. تيجي بقى للجلد، هو بيترسب في الجلد، جلد وشه بقى ايده اي حته. المشكله لما بيترسب في الجلد، يا رب الناس تركز معايا، هو بيعمل بابيون ونوديول. ليه؟ ما هو اي حاجه بتترسب تعمل كده. هايلي كاركترستيك يحب يترسب، بص بص، في الايليد مارجن. يعني انت عارف يعني انت الواد ده لو كنا قربنا منه قوي كده بتبص على عينيه، بتبص على عينيه كده لاقي المارجن مكان ما عارف المارجن ده لو بيعملوا فيه ايه ده؟ يعني او اي حاجه اخضر ولا اصفر ولا تركي ولا بتاع كده يعمل كده، تلاقي مكانه حبيبات كده. والله مشهوره جدا، بص بص تلاقي ايلت كده وتلاقي حبيبات كده. حبيبات من ايه؟ من الهيلاي ماتيريال دي. حتى بيسموها ايه؟ مكتوب عندك كده ديدت مارجن او ديدت ايلت. ديد يعني محبب كده. دي ساين برضه ابتدى بيتشخص كلينيكال، كلينيكال بس كده. شفت ده والتانج والصوت خلاص. لا على الايلت مارجن. لا مش كده، ولا بالداخل ولا بالخارج، على المارجن. لا هو يعني قصدك الستات بيحطوا دي الالوان صح؟ دي الالوان صح؟ ايوه دي مكان الالوان دي. لا مكان بس الشغل اللي عارف شغل كده الالوان دي في لا الوان دي خط كده يعني. لا مش عارف. بص يبقى كل ده كده معايا، يبقى ايه الحاجات اللي انت عايز تسمعها حتى الان؟ الكاركترستيك ما تخاف ما تخاف، قرب منه كده تلاقي الجبن بتاعه محبب كده، بيد ياخد نقط وشه فيه شكل هنقوله دلوقتي. اسمك ايه؟ كاركوك. كاركوك ده يبقى ايه؟ يبقى هو ده اللارنجيال ميوكوزا. طب طلع لسانك ما تعرفش تطلعه بالكامل، يبقى اسمه ايه برضه؟ هنا بيت تبروتروت تانك ماكروفلوس. دي الميوكوزا. نيجي بقى للجلد. الجلد بقى النودل دي برضه حاجه غريبه جدا، بيترسب
وبعدين هو بتبقى بوليتك شويه او يتعور فيلعب فيها كده فتعمل مكانها ايروجن. الايروجن ده يخف بايه؟ بالسكار. ويقعد طول عمره كده يطلع له بابل يحصل لها ايروجن تخف بالسكار لانها بتبرد. فتلاقي الواد بعد شويه كل ما يكبر تلاقي وشه محفر كده. ده انت شفتيه حفر 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 كل حفره من دي حاطط له بالسكار كان مكان البابيول اللي حصل لها ايه؟ وتيجي تبصي ممكن تلاقي عندي ايروجن يبقى دي لسه حفره حديثه. وممكن تبص كمان تلاقي وسط الكلام ده بابيول يبقى لسه ايه؟ بابيول طالع. يبقى جلده بيمر المراحل. انت بتقول سبب البابيول ايه؟ ان ما في ديبوزيشن. ديبوزيشن وهو هرش مكان يعني. او من غير ما يهرش حصل دامج مع الحياه العاديه بيغسل وشه بيمشي بيتحرك تعمل ايروجن مكانها سكار. عشان كده انت هتلاقي ثلاث مستويات لو حد يركز معايا كاستيليجن بابيول ايروجن ها سكار. طبعا انت لو سبت الواد ده فتره هتلاقي وشه بقى مليان سكار وطبعا ايده ورجله اكتر حاجه لان عرضه للتروما. البابيول والنديول ممكن ترسب في اي حته في جسمك بس الحته اللي عرضه للتروما او العرضه للايروجن وبالتالي تعمل السكار ده الوش والاطراف. حلو كده. فتلاقي في الاخر الواد داخل بشكل كده معين خلصنا منه. تروح انت مأكد كلامك تقول له اسمك ايش عارف ايه لسانك طب ورينا عينك هوب الموضوع خلص خلاص. يبقى الحاله دي اسمها ليفويد ايه بروتينوزس. طبعا لا تزال بقى المشكله العظمى. احنا قلنا برده كل المشاكل هل هيترسب في الاورجن ولا لا؟ للاسف ممكن يترسب في السي ان اس برده ويعمل نيورولوجيكال ايه مانيفيستيشن. الباثولوجي مين فاكر اي باثولوجي؟ قلنا في الميتابوليك ثلاث ايه. انا عايز اشوف حاجه بشوفها بالاتش ان اي اشوفها بسبيشال ستيج وبعدين ماركر. هما لما شافوها بالاتش ان اي شافوا الكلام اللي في الوصف ده هايلاين ماتيريال ايزينوفيليك لونها بينك كده ما تعرفش هي ليبيد ولا بروتين ما كانوش عارفين خصائص وهو ده اللي اداها الاسم بتاعه. عشان كده لما تيجي تقرا معايا امورفس يعني ايه امورفس؟ ما لهاش شكل محدد. لامينيتد ماتيريال اراوند البلاد فيزل طبعا قام يدوروا بقى ابوس رجلك هي بروتين خلاص هي ايه يعني الماده دي ماده بروتينيه بس هم كانوا زمان شايفين لها خصائص كده زي الليبيد بتاع فكانوا يا رب يقولوا ده بروتين ولا ليبيد ولا بتاع فراحوا مسمينها الاسم اللي هو ايه ليفويد بروتينوز. لكن لو هو سالك ايه النيتشر بتاعها كلمه واحده كده ها ده بروتين انهي بروتين بقى؟ قال لك ذا اكسترا سيلولر ماتريكس بروتين. ايه المقصود باكسترا سيلولر ماتريكس بروتين؟ اللي بره الماتريكس. طب ايه الماتريكس؟ اللي هي في الجراوند سبستنس بتاعه الدرمس. كده تلاقي كولاجين ونون كولاجين يعني اي كل البروتينات اللي في الدرمس. عشان كده هم اكتشفوا مؤخرا الديفكت في حاجه اسمها اي سي ام 1 لو حد رجع تاني للمود اوف انهيرتنس اوتوزوم ريسيسيف طبعا ورير. والديفكت في حاجه اسمها ايه اكسترا اي سي ام 1 اللي هي اكسترا سيلولار ماتريكس نمبر 1 ده جين مسؤول عن الريموديلنج بتاع البروتينات. فلما يحصل فيه خلل البروتينات دي تتراكم وتترسب. مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ اي سي ام نمبر 1 ايوه يا دكتور. لا اصل ده هو اساسا بص كولاجين ونون كولاجين بروتين ولامينين كل دي بروتينات وميوكوبوليساكارايد يعني في اديشنال حاجات يعني لكن بيور لا ده بيور بس بيور ميوسين بس لكن هنا لا هو كلام ديفكت مختلف. الميوسينوزس اصلا مش هيريديتري ديزيز اصلا عشان قلنا كده ده اكوايرد. طيب الاسكار دي الناس شافتها وهي موجوده حتى في الصوره كبيره ولا صغيره الاسكار؟ لا اللي في الوش يعني قد نقط مش مثلا الاسكار قد ايه فحتى بيسموها ايس بيك سكار. ايس بيك يعني حفر صغيره كده. طيب السبيشال ستيم بتاعته بي اس في حاجه غريبه جدا. انت عارف في الديفرنشال دايجنوز مين بص في الديفرنشال دايجنوزز اول حاجه مكتوبه في الديفرنشال دايجنوز دي غريبه شويه اريثروبيوتيك بروتوبورفيريا اللي لسه واخدينها المره اللي فاتت يا ترى ليه بقى؟ ايوه ليه برضو؟ طب ما كل البورفيريا فيها سكار. اي والله كل ركز معايا الاريثروبيوتيك بروتوبورفيريا اللي هي اخر واحده عشان كانت ليبيد سوليبل كانت بتعمل سكار صغيره. مين فاكر اللي انا بقوله ده؟ فهم سابوا البورفيريا كلها وقال لك الواد ده لما يجيلك من بعيد كده يا كركوك الجديد يا كركوك جديد كركوك التجمع في كركوك بغداد بقى في كركوك من زمان قوي يقول لك ايه بقى
الواد داخل عليك كده حفر صغيره في وشه، انت بين حاجتين، بورفيريا اللي هي النوع اللي بيعمل حفر صغيره في الاسترو بروتو بورفيريا، او بين ايه على الموتس. وطبعا الاسئله سهله جدا لا علاقه بالشمس، يبقى مين بروتو بورفيريا. طب وريني اللسان، طب قول صوتك، طب اتكلم، طب ما اعرفش، خلاص انت مين الفكره، نعرف نفرق بينهم ولا لا. يبقى هنا ليه اختاروا دي بالذات مكتوبه فوق كده؟ لان هما الاثنين فيهم ايه، بافيول وديبريست سكار والكلام ده كله. خلاص في مشكله غريبه جدا، هذا المرض بروجريسيف طبعا هيقعد يترسب يترسب طول العمر. وهذا المرض للاسف في الـ في الـ في, الـ في العلاج كده مكتوب currently there is no known cure، يعني مفيش علاج له حتى الان. بس احنا بنستخدم حاجه مشهوره قوي خدناها كده اسمها ديمسو. مين فاكر ديمسو دي؟ بتاعت الاميلودوسس في السكين، وكانت توبك وبتاعت الميسنوزس برضه. هنا بقى بيسموها بس اورال، يعني اورال يحلوها بميه 1:9. عشان كده انا طلبت منك طلب كده، هتلاقي فيه مربع معمول في اخر الصفحه، ولو حد معاه الكتاب القديم يصوره عادي من زمايله. مكتوب ايه في اخر الصفحه دي؟ يقول لك ايه كده؟ ايه استخدامات الديمسو في الجلديه؟ يلا ايه استخدامات الديمسو في الجلديه؟ مين يجمع معايا؟ خدناها في الاميلودوزس وفي الميوسينوزس، بس ده توبيكال. وخدناها هنا في مين؟ في الليفويد بروتينوزس اورال. مش معروف ايه هو ولا اي حاجه. لا احنا بنستخدمه. ايوه هو هو ماده مش معروف الميكانيزم اوف اكشن بتاعها. هي بس بتنهبت ديبوزيشن بتاع اي حاجه وليها انتي انفلاماتوري بروبرتيز، بس مش بتجيب نتائج كويسه. بس هو ده الحل الوحيد اللي بايدينا نعمله. يعني بس كده سوشيتا دي لا، هي مشكلته ايه؟ الدمسو ده ماده كيميائيه، انت بتجيبيها بتجيبي الازازه بتاعتها وبتحليها زي ما انت عايزها. بتحليها 1:1 في التوبيكال او 1:9، يعني 10% تخفيف، وتعملي ازازه كده وتقول له اشرب منها. على ميه؟ لا على ميه مقطره. على ميه مقطره؟ اه نجيب ميه او ميه معدنيه شرب عادي خالص. خففها دي، عارفه زي الدواء كده لما تخففيه في ميه. تمام تمام. ايه الموضوع احنا بنعمله كتير كنا في الحسين كتير جدا، بس مش بيجيب نتائج. ما بيجي. ما بيجي. بنو ايش؟ بيتاخد هو رفلي كده نديه مرتين ثلاثه في اليوم. اصل هو فعلا مش بيجيب نتيجه، بس احنا بنعمل ايه؟ هو ده الحاجه الوحيده المتاحه يعني. يعني بتقلل البروجريشن شويه. وكمان في مشكلتين، طعمه مش حلو يعني، وبيخلي القدره بتاعت البق مش كويسه. هو ده اللي موجود. ماشي؟ ما مش معروف حتى يعني. دواء غامض كده. بس هو ده اللي موجود دلوقتي. والله يا كات تقري عنه يقول لك انون انون. ديمسو كان له استخدام تاني الناس اللي وداها في الفانجل. الفانجل يا جماعه الديمسو ده بنحطه بدل البي او اتش. لو حد فاكر الفانجس بنحط على الشريحه كي او اتش عشان يدوب الكيراتين، ممكن نحط ديمسو برضه هو بيدوب الكيراتين. عشان كده كان معدلك في المربع ده. الحاجه الاخيره بقى اللي انا عايز اقولها، ان مشهور قوي ازاي تلقط الحاله بتاعت الليفويد بروتينوزس او ازاي تشخصها. قال لك 5-6 حاجات كلينيكال. هورسنس اوف فويس، يعني ايه؟ صوته مفحوح. ان ابيليتي تو بروترود التانج. اي سبيك سكار على الوش. والبيد بافيول على الليد مارج. بيشافوا كلينيكال، بتشخص الحاله ولا بقى بايوبسي ولا سايكولوجي ولا اي حاجه خالص. ماشي؟ تمام احنا كده خلصنا خلاص. قول. اه هي الادابتر ان هي بروتين ديبوزيشن، عشان كده سموها الاسم الثاني اللي هو هاير نودس كيوتس كيميا. بص اصل المشكله ما انا هقول لك، هو نظريا بيقلل شويه، بس هو الفكره ان الريتينويد بتعمل فراجيلتي في السكين اصلا. المشكله ايه؟ الماده اللي حوالين الفراغات البيضاء اللي هي حوالين البلاد فيزل. بس طبعا عشان دي اتش ان اي ما هياش واضحه كويس جدا. خلاص؟ المهم كل بقى يركز معايا، هناخد بريك دلوقتي. خلاص؟ ناخد بريك. كم كبير على الحته دي. مستنينا كام؟ فاضل كام؟ فاضل 10 دقايق، فنيجي الساعه كام هنا؟ 4:15 نكون هنا. انا هعملها والله هعملها، انا لو ما متش هعملها. فيعني الله يرضى عليك، انا قلت هعملها بس مش لاقي وقت هعملها والله. يعني انا بعملها يعني، فاحنا اتاخرنا مرات.
فالساعة 4 وربع نتجمع كلنا هنا علشان الهير. اللي مش معاه ورقة هير من اللي جه ياخده من عند أحمد بره. ده هير دي المقدمة بس. دي المقدمة.